انا ولد حي شعبي تندبري على راسي من هنا من بريكولاس، ما عندي لا خدمه لا شي لعبه، ساكني مع والديا، انا ولد حي شعبي. نقول لك شنو داير في الاحياء الشعبيه مع الشباب؟ كلشي ساخط، كلشي حاقد، كلشي باغي حرب، كلشي باغي يدير شي لعبه. واقول له يقسم معاك الفوسفات بعدا ويعطيك داك الدب اللي فطاطا ويعطيك داك الغاز والماء وينقص لك من الاسعار. عاد تلح على الصحراء، الصحراء راه عندها مالها ولدي. واش شي صحراء نقولها لك من هنا؟ والله لا داو هاد العلوي للكلاب. وتا واحد ما حامل هاد النظام، وتا واحد ما حامل هاد النظام. وتيحبوكم نتوما المعارضين، نتوما الصوت ديالهم، تيرتاحوا من تيسمعوكم تتهضروا. اما تبقاش خرج تقول سلميه سلميه واسقط رغب واسقط بوس الدين واسقط رغب، ما عمرك هادشي بالحقوق ديالك بالرغيب اخويا. راه خاصك تعطيهم العصا كيما تعطيوك العصا، خاصك تعطيهم انت العصا. يعني ما تبقاش ديك الرايه اليوطي وما تبقاش ديك التصويره ديال العبيد. هضر على حقك. قول عاش، قول عاش امي وبا المساكين اللي تقاتلوا عليا. العز والله الا العز، العز المجاهد ديالي والله الا باصلي. الو السلام عليكم. السلام عليكم الخو، مرحبا الريفي، بخير الحمد لله بارك الله فيك. راه تنشوف القناه ديالكم مع السميت ديالك، وسميتك اخويا سميتي امنوس. امنوس مرحبا خير غزال. انا اخويا ولد الرباط فهمتيني، وتنتابعك اخويا وتنحترمك وتنقدرك اخويا تبارك الله. الناس دريه فاش تقول الحق اخويا. الله يعزك الله يعزك. تتقولوا كلمه الحق. ومسكين خونا نصر الزفير اخونا مسكين، وبقى فينا صاحبي وتبقى فينا مو با. تنشوفهم مساكن تيديروا دوك فيديوهات وتيبكيو على ولدهم مسكين. الظلمه الخوا ديالي، لحقاش ناصر الزفزافي ولا الحراك الشعبي كان كيدافع على على الوطن كامل الخوا، ماشي غير على الريف. فري شوف شوف سمعوني دابا انت اخي امنوس في لايف ياك، ويسمعوني الرباطين وكازاوا. شوف راه ريافه، راه ريافه رجال، راهما اللي راهما الرجال في المغرب وما الصحراوي. راه هاد جوج الناس راهما اللي رجال في المغرب. راه انا ولد الرباط ونقولها لك، راه هادو هما الرجال. كون درنا في حالهم نهارنا دخونا ناصر ونادو ريافه يهضروا على حقهم، حنا ولاد كازا ولاد الرباط نتبعوهم، ماشي نجيو ضدهم ونقولوا خوانا صاحبي. راه دوك الناس رجال صاحبي، راه دوك الناس هما الرجال صاحبي، وصحراوة هما الرجال وريافه هما الرجال. لاش نادو قالوا كلمه حق، خصنا نوضوا نتحدوا معاهم، ماشي بقاو اتاكيو فيهم وبقاو نقولوا ريافه وهادي خوانا. راه الخائن هو اللي ساكت دير مو وما عنده لا درهم لا جوج، وتي دور اخويا تيكريسي في عباد الله وتيحقر على الناس. هذاك هو اللي خوه في جابه وخائن. اما اخويا الغزال المساكن الناس ديال الريف راه الناس متقفين هما ياديوك. انا خير الغزال ما كذبش عليك اخويا، جلت المغرب كامل، ناس ديال الشمال ودال الريف والناس ديال الصحراء خايف فيهم واحد الكرم الله يعمرها دار اخي. اكثرين الناس ديال الحسيمه مساكن. الشهاده نعتز بها، الشهاده نعتز بها. اقسم بالله اخويا خذها من عندي انا نقولها. كانت شوفي من اللهجه ديالي اخويا راه تعرفين انت راه ولد الوقت. ياه الله راه انا ما بينش عليا اخويا، ما بينش عليا ريفي ولا شلح ولا هذه باش نكذب. ياه ولا غنجي منكم اخي. انا تنقول كلمه حق، الناس اخويا ديال الريف الله يعمرها دار اخي رجال. لا ديال اوروبا بعد اوروبا احسن وحدين بعد اوروبيين تيشكروهم. علاش ما فيهم لا شفره لا سارقه لا حتى شي لعبه؟ وشي تحط شي مسؤول ريفي تحطو في شي بوست، وكون اكيد اخي داك السيد غيكون شريف، ما غياكلك ما ياكلكش رزقك. وكاينين ولاد الناس، ماشي زعما تنقولوا كاينين المغاربه ولاد الناس. لا كاينين. شوف المجاهد ديالي، انا دائما كنقول كاينين المغاربه الاحرار. معك ياسين اخي الغزال، خي امنوس معك ياسين من الرباط. انا راه سميتي ياسين اخويا امنوس. الله يحفظك. كاين شي مغاربه احرار عندهم العقليه ديال الريافه سبحان الله. فهمتي ولا؟ قليل كاينين. انا دائما كنقولها، انا كنقول ما كنجمعوش كلشي. حنا كان المغاربه الاحرار اللي يعني فيهم الحرقان اللي كيسروا كلمات الحق اللي ما كيركعوش البشر، فهمتي ولا؟ راه كاين دائما كنقولها. كاين اخويا كاين. ودابا عاوتاني اخي المرضي تنشوف شي كلاب بدا الله سيدي وطلعوا في ذاك اللايف عند مسكين ذاك الصحفي راضي الليل يعرفش ايه. ومسكينه صاحبي تيبدا يحمقوا بنادم تيبقى له الصحراء المغربيه. واش انت غيعطيو لامك شي درهم اصاحبي؟ واش انت وخديتي حتى من الفوسفات ومن الغاز ومن الدب؟ واخد شي لعبه. عاد من الله العز. لا
يتلاح صاحبي بنادم ديال مو اخي امنو سيبدا يتلاح هرقا واش يبداو يتلاحوا وعاش عاش الملك والصحراء المغربيه واش يعطيو لامك شي درهم يا الكلب سمعني من هذا المنبر سمع وقول لي قسم معاك الفوسفات بعدا ويعطيك داك الدب اللي فطاطا ويعطيك داك الغاز والماء وينقص لك من الاسعار عاد تلاح على الصحراء الصحراء راه عندها مالها ولدي واش الصحراء نقولها لك من هنا والله لا داو هاد العلوي الكلاب راه يدي داك الشعب مسكين اللي كيموت مسكين من هادي 50 سنة هو كيتقاتل عليها مسكين هو اللي خرج اسبانيا من تمايا وبغاو يجيو هاد الكلاب يديوها ليه بارده دابا المجاهد ديالي انت شاف شحال في العمر في العمر ديالك يا انا خويا امنوس ما تكذبش عليك عندي 20 سنه خويا امنوس بارك الله عليك والله الا ما شاء الله علاش شوف 20 سنه خويا امنوس ما نكذبش عليك اخويا ما نكذبش عليك ما نزيد ما نقص شوف انا كنحترم الشباب امثالك راه كاينين بزاف كاينين بزاف بزاف كاينين علاش الشباب شوف انا دائما كنقولها الشباب المغربي ديال هاد الوقيته ولد انترنت ولد العصر الحديث ما تقدرش دوز عليه المغالطات ولا تدوز له القوالب شكرا الله خدها من خدها من عندي هذا ميساج هذا ميساج للناس كاملين باش تسمع من لايف ديالك الشيخ امنو سنتوما اقسم بالله شي يحبكو شي يحبوكم المغاربه عندك حتى يصحاب الله يعزك الله يعزك شهاده لا عندك يصحاب تخي خدها من عندي اخي الريفي عندك يصحاب الناس ما هذوك راه غير الكلاب الضاله والبوليس اللي كينوضوا يسبوكم في الكومونتير راس هذوك لي الدوبه بالالكتروني صحيح راه المغاربه الشباب انا نقولها لكل حي شعبي انايا انا راه انا راه خي ما نكذبش عليك اخي امنوس انا ولد حي شعبي تندبري على راسي من هنا من بريكولات ما عندي لا خدمه لا حتى شي لعبه ساكني مع والديا انا ولد حي شعبي نقول لك شنو داير في الاحياء الشعبيه مع الشباب كلشي ساخط كلشي حاقد كلشي باغي حرق كلشي باغي يدير شي لعبه وتا واحد ما حامل هذا النظام وتيحبوكم نتوما المعارضين نتوما هما الصوت ديالهم تيرتاحوا من تيسمعوكم تتهضروا شهاده نعتز بها انا ملي كتشوف الشاب ديالي العزيز نسميك المجاهد لحقاش انت واحد شاب شوف انا كيعجبني الحال ملي كيجي شاب مغربي كيقول كيهضر كيقول راه كاين الثروات كاين الفوسفات كاين الدب فطاطا يعني اليوم كاين الوعي انت راك عارك القالب عارف واش كاين تما ما يقدرش يجي اخوش ولا بحالو ولا لاخور يستحمرك لحقاش انت ما يقدروش يستحمرك لحقاش عارف بلاد ما يقدرش اخي ما يقدرش اخي الريفي ما يقدرش اخي الريفي ما يقدرش اخويا الريفي عرفتي علاش انا نقول لك علاش دابا اي الشباب دابا بيناتنا حتى شي واحد ماشي يقدر يقول عاش الملك حنايا بيناتنا حتى شي واحد علاش حتى الا قال غنقدروا ندورو فيه وغنفهمو وكاع ما ندوروش فيه نتصيفو حتى كنفهمو كنشرحو كيفاش كيفاش تنقولو دابا انت جيبك خاوي يا صاحبي عقل على الكاد الملك عندك شي درهم موك مي كتمشي للسبيطار شو كيدفع السيكوريتي كيبيضقه تمشيو للسبيطار شحنه ديال السويسي ها هو السويسي والرباط قال لك العاصمه الرباط ونايضة خويا امنو الصبيضيق نايضة حقرة السيكوريتي كيدفع والديك اصاحبي شتي وتقول لي انا نحترم وتقول لي احترم انا يا الدولة ونحترم مؤسسات ما انا كاينش الاحترام ما كيحترموناش اخي الريفي ما غنحترموش حنا اخي الريفي شوف حنا اخي الريفي اللي ما غيحترمناش كشعب مغربي حر سواء كان ريفي او شمالي او جنوبي او دار بيضي او وجدي خاصو يحترمنا نعيشو بكرامه خويا ولا ماكاينش الاحترام تاعنا الشاب ديالي قرا هذيك البلاد ديال المواطنين ديال الشعب ماشي ديال الافراد فهمتي ولا مع الاسف الشديد راه افراد شادين البلاد كامله بالثروات ديالها والاخر ملي يجي ولد الشعب بحالك يدوي على حقه يخرج للشارع شنو المصير ديالو الحبس والقنينه والتعذيب مع الاسف الشديد كيفاش كيفاش دابا انا ما كنفهمش هذيك الخطابات اللي كيقول شعبي العزيز ولكن شعبه العزيز الا دوى على حقه تجيب له المخزن يزروطو يدير الحبس يعطي له القرعه كيفاش دابا هذا الشيء اخي امنوس اخي امنوس انا نقول لك واحد الكلمه شي اقسم لك بالله العلي العظيم انا ما عمري خرجت لشي مظاهره اخي امنوس ولكن علاش حيت كنشوف هاد المظاهرات كاملين مخابراتين مخزنيين فهمتيني فيهم البيادق فيهم البيادق اخويا امنوس انا عرفتي شنو هي انا شنو هي المظاهره اللي باغي هي بحال ديالكم اخي امنوس اللي في اوروبا اللي في فرنسا اللي الكاسك لبس كاسك ديالي ونخرج بزرواطه ونخرج انا وهي دقه فيه وعشره فيه دقه فيه وعشره فيه والله العظيم
هذه لا هي الرجوله باش تجيب الحق دابا ديالك. اما سقاش خرج تقول سلميه سلميه، واسقط رغب واسقاش بوس للدين واسقط رغب، ما عمرك تجيب الحقوق ديالك بالرغيب اخويا. راه خاصك تعطيهم العصا كيما تعطيوك العصا، خاصك تعطيهم انت العصا. شوف ما عرفت واش شفت واحد الفيديو، واحد الفيديو في الصغيرات كانوا بغاو يردموا على شي ديور على شي نساء، جاو الاجهزه القمعيه بزاف بيهم. لا والعصا خير ريفيك، لا والعصا خاي ديالي تما اشاره باللي الشعب يقدر ينتصر على هذا المخزن اللي كيجي كازوتكم. فهمتي ولا؟ انا نقول لك واحد الحاجه خاي امنو سا، حيت انا الصخيرات تنعرف شي دراري تمايا ولاد جامايكا ولاد براك تمايا تنعرفهم اخي امنو. عز الله الى العز. اقسم بالله اخي اخي امنو سلام العيالات هما بعدا الاولين اللي جراو عليهم بالشهر. شفتوه والمراه والمرأة واش كبيرين في السن ومحملين الاولاد في دارهم بالرجامي. شتوم والله الا شتوم العز. وكتعطيه بالكارت بالحجر، راه ما كاين غير يا الراس طان طان طان، هما يهربوا شافوا الدق كثير وما يعلقوا. ايوا شتي دابا هذا الشيء اللي بغيت نوصل، ماشي انا ضد العنف ولكن وصل السيل الزوبعة على الخوة ديالي. واش بنادم يجي طالب على حقه؟ شوف الشاب ديالي باش بنادم كيجي طالب حقه باش يشوفوا له الحل كيجيب له الاجهزه القمعيه يضرب، كيفاش هادي؟ يعني انا ادي لك ديالك وغنسلخك، هادشي اللي خاصو يفهم بنادم. والله العظيم ما تيفهمش اخويا، بنادم ما تيفهمش واش يديروا باش يزبلوا. تيبقى دابا هو كياكل في العصا تيخبط فيه وتيريب له براكش وتيقول عاش الملك، ورا الملك اللي صيفطهم لك اخويا. اسمعني سمعني من بعد، والله الا العز ورا الملك الشباب الاحرار. شوف ملي يجي شي بوليسي فرعاك ولا يجي شي مرده يبيضقك يدي لك ميزان ولا يدي قلب كروسه ولا يريبك براكه، راه مصيفطوا الام سي سنيشن محمد السادس قال له سير طحن دابا. الاوامر ديالو الاوامر، ما يقدرش دار شي حاجه غير بالاوامر ديالو. يعني ما تبقاش ديك الرايد اليوطي وما تبقاش ديك التصويره العابد، هضر على حقك. عز الله الى قول عاش، قول عاش امي وبا المساكين اللي تقاتلوا عليا. العز والله الا العز، العز على المجاهد ديالي والله الا باص ليك. والله خير ريفي، حنا نقولوا كلمه حق. شوف اخي ريفي، حنا هي حنا شباب تنشوفوا الحق اخي وكنقولوا كلمه حق وما عزيزش علينا الظلمه اخي. يا العز العز، لا اخي شوف الامل فيكم انتوما الشباب اللي طالع دابا، كما قلت لك دابا ما يقدرش هذا النظام يستحمر الشباب امثالك. لحقاش انت ولد انترنت، ولد مواقع التواصل الاجتماعي، كتشوف كتحلل بلا ما يقول لك شي بنادم، فهمتي ولا؟ كاين اخويا الريف، كاين اخويا الريف. كتشوف كتقول مثلا كتبع قناه، هذه القناه ديالها كتحلل، كتشوف الهضره كتلقى الهضره اللي كيقول خوك الريفه راه عنده الحق، ماشي شي مزايده ولا كنكرهوا البلاد ديالنا. العكس، حنايا كندافعوا على البلاد ديالنا باش تكون واحد دوله ديمقراطيه. ما يجيش البراني بقى يضحك عليا، عندك ثروات الارمله ما عندها ما تاكل. ما نرضاش الاخوه ديالي. واخويا الريفي، وحنا بغينا نشوفوا صاحبي بنادم كيدخل السبيطار كيداويو مسكين، هذه اضعف حاجه ما قدروش يديروا. نشوفوا بنادم كيداوى، خوتنا مساكن شي موتوا يبوالوا صاحبي، وهي جرحى مسكين نزيف بالدم تيموت مسكين بنادم. شحال من شاب تنعرفوه مسكين ماشي بايمان طبي اخويا امنوس. ياه هذاك الشيء اللي كنقول لك الشاب ديالي العزيز، ملي كنشوف الفيديوهات اخويا الريفي الله يكبر بك، ملي كنشوف كنشوف امراه فيديو مسكينه كتغوت كتولد برا في الجرده، يقيسني الحال اخويا يقيسني. كنشوف المغربيات مسكينه كتفضل تمشي تبيع اللحم ديالها تمشي للخارج، انا ما كنرضاش بهذاك الشيء، فهمتي ولي؟ نقول علاش بنت بلادي، علاش بنت بلادي ما توفرش ليها الخدمه، قريوها يعطيو ليها الاخر ديالها من الثروات؟ لحقاش هما ولادهم كيقريوهم فرنسا. بنت الشعب بنت الشعب تمشي تمارس الدعاره. ملي تجي تقولها شيتو ما خير ريفي خي امنوس بالرجوله، انتوما اللي كديروا فيديوهات من اوروبا، راه خاص بنادم اخي راه ماشي يحترمكم. دابا هذا اللي كيجي يلقز ويسبكم في كومونتير ويسبكم في اتصال ولا كيشوفكم في اوروبا يسبكم، راه خصو يستحي من نفسه وخصو يحشم على عرضه. صاحبي هادو راه الناس تشوفهم، ما خاصك تقبل لهم راسهم ويديهم وتقول لهم الله يرحم بها الوالدين. علاش؟ لانكم عايشين بخير وعلى خير في اوروبا، راه هولندا خير، عارفين الحياه اللي فيها كي داير، حياه الرفاهيه اخويا، وما بغيتيش اخويا ما بغيتيش تعيش ديك الحياه الرفاهيه وتهضر على خوتك وتحرم راسك من الوطن.
هذاك الشيء اللي كان الشاب ديالي العزيز كما قلت لك. علاش دابا هنا خص بنادم يحترمكم اخي شويه، يحترمكم بنادم اخي، خص بنادم يقدركم، انتوا المعارضين تبارك الله. شوف الشاب ديالي انا الا طلع عندي واحد الشاب بحالك كيهضر كلمات لحظه اخويا الريف كيعرف الحقوق ديالو، هذاك هو النصر لينا، هذاك هو اللي بغينا حنا باش اليوم. شوف خير ريفي خذها من عندي شي يهضروا معاك 10 مثلا احرار وفي شكل حسن ما يتجمعوا لك 1000 واحد ديال المهيب وزبال ذباب الكتروني. هادوك ديما مع الرابحه، مع الرابحه هادوك المجاهد ديالك هادوك نخليهم وما يهمكش وما يهمكش عاوتاني لي فيو، حيت هما تيلعبوا لك على هذا الشيء هذا خويا امنوس لي فيو وكذا ولي كومونتير هذاك الشيء ما ديش عليه. لا انت منتشر بقنوات اخرين واش يعرفك بنادم راه انتوما مشهورين يعني تيعرفكم بنادم في المغرب كامل. دابا شوف الرباطي ديالي نقسم لك بشرفي باللي انا هذوك التعاليق والله ملي كندير فيديو كنخلي على الله صافي مزيان. شوف نعطي لك واحد المعلومه انا عارف التقنيات والاخر انا الدومين ديالي قريت عليه. شوف فين دير الاحصائيات ماشي في الكومنتيرات، مثلا فيديو فيه 4000 جيم شوف تما واش الجيمات والقلوبات اللي كثر ولا هذوك الريوس الحمر، تما دير الاحصائيات ما تنساش لحظه. شوف الكومنتيرات، شوف الكومنتيرات انا عندي واحد ابليكاسيون ولكن تاني غاليه، عندي واحد ابليكاسيون نقدر ندير واحد تعليق 100 تعليق 100 تعليق نديرها ولكن تاني بمختلف الاسماء فهمتي ولا مزيان. هو واحد كونتوار فهمتي هذاك الشيء اللي كيديروه هما مزيان اخي امنوس مزيان. حتى حنا خصنا نكونوا قويين حتى حنايا العز حتى حنا خصنا نشروا المعلومه وتوصل المعلومه للناس كاملين اخي، ماشي هما اللي يسيطروا على هذا اليوتيوب ويسيطروا دوك العياشه ديال امو. راه فين ما كنشوف شي فيديو انا ديال شي كلب ولا عياش ندير لامو سينيالي اخي. دابا ما يفيدني بوالو، تيكذب تيكذب اصاحبي تيكذب وهو مقهور اصلا، هو باين مقهور وتيكذب. دابا هذا هو المشكل، وكون كانوا هي مستافدين شي مازال بنادم مستافد اخي امنوس ونقول هاني خليه يعيش الحياه يقول اللي يبغى، ولكن واحد جيعان اصاحبي وكيطبل العلاقه هذيك اصاحبي بزاف اصاحبي والله الا بزاف. واخويا الريفي سمح لي بزاف اخويا الريفي وتبارك الله عليك المجاهد ديالي، واش مسموح لنا نهز النمره ديالك نديرها عندي في بريبين نتحاور؟ مرحبا مرحبا اخويا الريفي، مرحبا اخويا على الراس والعين. هاي النمره اخويا قيده عندك اللي بغيتي اخي الريفي. انا ما تنبغيش بنادم، انا عيطت لك. شوف انا عزيزين عليا، انا عزيزين عليا الرجال بحالك اخي الريفي، علاش عيطت لك؟ وتنعيط لبلقزيزتاش فين انت هو رجل مزيان بلقزيزتاش. اول رجل اخي هذاك راه بطال حتى هو مسكين. معليش اخي الريف الشاب العزيز دابا التعاليق فين خصك تشوف التعاليق ملي كنديروا المباشر اجي تشوف التعاليق ديال الدراري هنا كيحييوك كيشكروك، وكاين الدراري صحابي كنعرفهم كيطالبوا النمره ديالك، والا عطيتيني الاذن نعطي لهم النمره. هادو كنعرفهم الدراري. مرحبا اخويا مرحبا اخويا مرحبا اخويا امنوس، حنا راه معرفه الرجال كنوز اخي، راه الريافه راه رجاله اخي، الريافه راه رجاله اخي. انا نقول لك واحد الحاجه، انا عزازين عليني الرجال، عزازين موتوا معاه باش نعطيها لك الريافه، نعطيها لك اشاره حيت الموضه اللي اكثر يا اخي عندك ذاك البطل اخي راه اخي تبارك الله، ماشي سبع هذاك تبارك الله، راه ديناصور بزاف يا صاحبي، راه ديناصور تبارك الله الله يعزك. الشاب ديالي انا غادي ديال المغرب هذاك، ولكن ولاد الحرام الكلاب داروه، ولاد الحرام داروا ليه التقوليبه. الدراري كيحيوا كاملين على هاد كلمه الحق وهاد الشجاعه، والله الا الامل ديالنا فيكم المجاهد ديالي الله يعزك والله يسلمك. انا غادي بيان سور اخي امنوس، والله يخلي ليه الوالده ديالو مسكين ديك زوليخه، الله يشافيها مسكينه ويخليها ليه، وداك با احمد مسكين الله يطول ليه عمره ويخليه ليه تيخرج ويشوف ولده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله راه يوسف دخل الحبس قالوا الناس ما يخرجش يوسف، وضرب 7 سنين الحبس وخرج، ان شاء الله غيخرج الزفزافي وغيفرحوا به والديه ويفرحوا به خوته وحبابه ان شاء الله. المجاهد ديالي الله يحفظك والله يكثر من الدم. وركينا بالضاله خي الريفي، وركينا بالضاله غنشوفوها ان شاء الله، في غنعدموها ان شاء الله، نديروا لها المقصله بحال نابليون بونابارت، يكون عزيز عليهم فرنسا، وغنديروا لهم الثوره الفرنسيه حتى حنايا.
الله يحفظك المجاهد ديالي، انا غادي نهز النمره ديالك، غادي نتواصل معاك، والله يحفظك والله يكثر من مثالك الشاب ديالي. مرحبا الله اخويا يرحم لك انس، انت الوالدين. اخويا الله يحفظك. شكرا الله اخويا انس، يعزك، الله الله يخليك يعزك، والديك، الله يخليك الله معزالي، يزينا الله والدك، ينجيك اخويا الله من ولاد يعزك، الحرام، الله الله يعزك، يجيك من اي واحد باغي يتربص بك ولا باغي يدير شي مشكل في حياتك. الله يسهل عليك الله اخويا انس. يعزك، الله يعزك، الله يعزك، الله يعزك، الله يعزك، الله يعزك، الله يعزك، العز الشباب. شوف الاحرار، الشباب الشباب، اما هذوك الكبار مساكين راه استحمروهم القمار، راه شفنا في القمار جدو رسول الله، هذا ما تقدرش تقول له جدو رسول الله راه شفنا في القمار. هاد الشباب واعي، واعي، كيقلب في الانترنت، كيشوف، كيتفرجوا الاحرار ديال الرباط، ديال السلات، الدار البيضاء، ديال فاس، كاينين الاحرار، كاينين كاينين والله الا كاينين. كنتواصل مع مجموعه ديال الشباب، كنتواصل معاهم، كنعطي لهم نمره البريفي ديالي، كنديروا جروبات، كنتحاوروا. هذا هضره عمري ما قلتها نقولها. الشباب الشباب ما تقدروش تستحمروهم ولا، والله الا العز تحياتي لك. الشباب عند الشاب عنده 20 سنه، شوف كي كيهضر، رجوله رجوله، ولد الوقت، ماشي بحال المنبطحين كيسرد مسكينه اختو، ماشي كتشفاو اختو يسردها الامارات باش تمشي تخدم عليه، باش يمشي يثور ينتزع الحقوق ديالو، كي يفضل يسرد اختو ويجي الاحرار يعلق الخائن الاخر، هو سراد مسكينه اختو، لا لا لا، تبيع الاخور ديالو.